السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله. قراءة جديدة حصرية على قناة اسرار العالم الروحاني لمواليد برج العذراء. صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين. كل لايكاتكم حبايب قلبي، وفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد، وفضلا انزل في التعليقات صلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين. كل صورة الحديد، بسم الله الرحمن الرحيم الكاشف، اللهم صل على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. يا برج العذراء، شايف ان انتم اتوجعتم بمعنى الكلمة، يعني انتم اتخذلتم من ناس كتير، لكن شايف ان عندكم تجديد طاقة، عندكم تجديد طاقة. كمان شايف هنا في ناس من اهلكم، الناس دي مش حبالكم ان انتم تكونوا مرتاحين في ارض بيتكم او في ارض المكان اللي انتم فيه، بس انا شايف عندكم تغير بفضل الله تعالى، شايف عندكم تغير. شايف كمان في حد طمعان فيكم، حد طمعان فيكم، يعني الحد حابب يستغلكم، حابب يشتريكم بالفلوس، يعني حابب هذا الشخص انه يسيطر عليكم، يكون هو الحاكم ليكم، لكن انتم شايفكم ان انتم متقدمين عنه، لكن هو هم حدا عنده الماديات، لكن انتم هتعطوه درس هيندم عليه. بسم الله الكاشف، لكن انا شايف ان في طاقة جاية لكم، بس الطاقة اللي فيكم السلبية، انتوا عمالين تحاولوا يا برج العذراء تخلصوا من هاي الطاقة، هي الطاقة عاملة لكم شوية عقد أو تعطيلات معاكم، لكن شايف الفترة اللي داية إن انتم هتتخطوا، شايف منكم إن انتم بتتخطوا هاي المرحلة، بتخطوها مرحلة العذاب أو مرحلة التعب، لكن أنا شايف إن انت هنا منتظر رسالة. منتظر رسالة أو مكالمة من شخص قريب منك. الرسالة دي ديالك بعد 3 نقط إن شاء الله، بس خلي بالك في ناس موجودة معاكم أو موجودة في المحيط بتاعكم، أنتم عرفتم إنهم هم قد إيه كذابين، هم بيحاولوا يرضوا نفسيهم، وأنتم بتدوهم أكتر من طاقتهم، بتعطوهم طاقات إيجابية لكن بتأخذوا منهم جميع الطاقات السلبية. شايف هنا الفترة اللي دايم بفضل ربنا، شايف إنها هيبقى في خطوتين، شايف خطوتين، الخطوتين دول شايف وراهم قرارين، شايف هاي الخطوتين اللي قدامك، شايف قدامك هنا قرارين، يعني هنا هيبقى الأيام اللي داية شايف إن هيبقى في تحسن، في تيسير جدا حلو لحياتكم، يعني بلاش القلق، بلاش التوتر، لأن أنا شايف بالكم مشغول اليومين دولي، شايف بالكم مشغول جدا بالماديات، لما مستلفين مال أو واخدين قرض، أنا شايف بالكم مشغول بالمال، أنا شايف إن أنتم مستنيين مال دايلكم بإذن الله راح يعطي لك أو يأتيك هذا الماء، لأن شايف إن ابتدت كل حاجة تغلى عندكم، الأمور معقدة معاك شوية، لكن الأيام اللي داية إن شاء الله هيكون فيها خير كبير ليكم بإذن الله تعالى، وهيكون أيام هنا بفضل الله سبحانه وتعالى، إن أنتم دايما بتقولوا يا رب إحنا مناش غيرك يا رب. بسم الله الكاشف، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح. بس خلي بالكم عندكم شوية تعب أو شوية خنقة أو شوية ضيق، هاي عليك عين شديدة، حسد، يعني بمعنى الكلمة شوية حسد مسكين فيكم، عين حاقدة بتراقبك من بعيد، هاي العين بتتمنى لكم كل الخراب، حسدتك بدل المرة 2 أو 3. شايف برضو عندك هنا في تغير، في قرار هتاخده، هو ليست هاي هذا هتكون ليست في حسبانك، لكن هيكون امامك وهتاخذ القرار، والقرار هيكون صح ان شاء الله. شايف هنا انت هتمتلك شيء جديد،
في امتلاك عندك شيء جديد راح تمتلكه، ممكن توثيق عقود أو حاجة راح تمتلكها، منزل أو بتوثق عقد. بس أنا شايف عندكم هنا عندك القولون تعبكم، عندك القولون شديد، القولون عصبي عندك معاك، عندك عصبية زايدة جدا، عندك طاقة توتر وطاقة تعب نفسي. يا ريت تخلوا بالكم، يعني بلاش خلوا أعصابكم هادية شوية، بلاش تاخدوا كل حدا بعصبية. في حد عندكم ناوي يعمل عملية أو ناوي يزور الطبيب؟ لأنه هو حاسس إن هو تعبان، فيه شوية تعب عندكم، في شوية فحوصات. إن شاء الله بإذن الله الأمور هتتيسر. شايف إن أنتم حاسين إن أنتم دايخين تعبانين، عليكم كمية طاقة سلبية، حاسين هكذا من العين أخواتنا في الله، العين شديدة عاملة لكم شوية عراقيل في حياتكم، لأن أنا شايف شوية أمور واقفة في حياتكم. حاسين إن أنتم محسودين جدا. شايف إن هنا أنتم حاسين إن أنتم مش قادرين تستحملوا اللي أنتم فيه، شايف إن عندكم أكتر من حد مش حابب لكم الخير، مش حابب لكم الخير، والناس دول اللي مش حابين لكم الخير من دمكم ومن لحمكم، محدش بيديلكم من بره كما كنا من قبل، اللي بيزيكم من نفس منكم ومن أهل بيتك، ليس أحد بيزيك غريب. شايف هنا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح، أنتم واثقين من نفسيكم جدا، واثقين في قدراتكم، واثقين في قراراتكم، واثقين في كل حاجة في حياتكم. يعني هنا أنتم بتقولوا إن الله مع الصابرين، وكلما ضاقت كلما فرجت بإذن الله تعالى. شايف هنا أنتم معاكم شوية مشاكل، أو وقعتم في شوية مشاكل وخلاص جربتم تخرجوا من هي المشاكل، أو تخطوا مرحلة هي المشاكل راح تخطوها بإذن الله تعالى، إن أنا شايف في نجاح مهني أو أموال ضيقة لك. وهنا شايف منكم برضو هنا لأخواتنا في الله في عرض ارتباط، تقدمت خطوة وتقدم ليك أحد خطوة أو فتح معاك أبواب الارتباط، لأن أنا شايف في عرض ارتباط أو زواج. شايف هنا في سحر تم بجلب أو سحر طاعة أو سحر محبة، شخص عمل ليك السحر، بس السحر ضعيف وليست مسيطر قوي، لأن شايف برضو عندك هنا قلقان على شخص مريض من عائلتك، هاي الشخص عنده شفاء بإذن الله تعالى، بس خلي بالك أشوف يوجد امرأة من دمك حابة تأذيك أو تريد تأذيك بأي طريقة، بأي طريقة، شكلها مثل الثعبان، جاية تلف حواليك حتى تلدعك، خلي بالك من هاي الست، ولكن ربنا معك، ربنا هيحفظك بإذن الله تعالى. شايف هنا عندك ربنا هيعوضك بالخير من وسط الأزمات اللي أنت تعبت أو أنت مريت بيها. اوعى تقلق بإذن الله تعالى تفتح ليك أبواب الخير. شايف هنا إن أنت هاي الست بتدور على أي شيء يحرق دمك، وخلي بالك عاملة لك بطاقة سحر وقف حال وعراقيل كثيرة كانت في حياتك، حاجات كثيرة وعراقيل كثيرة كانت في حياتك. شايف هنا خلاص مفتاح الأمور حاليا ملك إيدك، في خير كتير هيجي لك، هيغير حياتك فوق ما تتوقع. أرى في سفر قريب منك، أو أنت ناوي تسافر أو بتتمنى إنك تسافر. أنت هنا فكرت إنك تفك السحر اللي عندك بأي طريقة، صح؟ وشايف هنا البعض لسه حزين وكاتم وموضوع، ستبكي من شدة الفرح، كل أحلامك هتتحقق بإذن الله تعالى قريبا. قريبا بإذن الله راح تتحقق كل ما تريده بقدرة الله تعالى. شايف هنا باب الحظ والنجاح خلاص راح موجود وكبير بإذن الله تعالى، إن فكرت صح بعد كل التعب والمجهود اللي حصل معاك، فكرت صح واخترت طريقك الصحيح. شايف ليك نقلة من مكان فيه الراحة ليك، فيه بركة في الرزق، وفيه ترقية تخص عملك، ونجمك يلمع بإذن الله في العمل.
عندك هنا عثور على أشياء مفقودة منك بقالها مدة، راح تعثر عليها. أرى هنا في شخص أنت بتحبه بس بعيد عنك، إن شاء الله يكون في تواصل ما بينكم عن قريب بإذن الله تعالى. شايف هنا في مفاجأة حلوة غير متوقعة أو هدية قيمة قريبة منك من شخص غالي عليك. في هنا استلام ورقة أو وثيقة حكومية مهمة تخص مجال العمل أو الرزق. في أمور خير كثيرة ليك بإذن الله تعالى. عندك هنا خبر حلو خلال ساعات أو أيام هتفرح بإذن الله تعالى. عندك الأموال الغير متوقعة قادمة ليك بإذن الواحد الأحد، ولديك بشرى وفرحة في خلال أيام قليلة. شخص بيحبك وبيراقبك، وعندك هنا شخص نادم، هذا الشخص نادم على فراقك بس العيون مش سايباك في حالك، محسود من أقرب الناس ليك. احذر احذر انك محسود، وهي طاقة السحر. وأكثر من قراءة صورة الحديد بنية فك السحر أو بنية فتح الأبواب المغلقة، وإن كنت بتعاني من السحر أو من تعطيل أو من تابعة، لينك العلادات في صندوق الوصف أو داخل القناة، والرقم أمامكم اللي حابب يتواصل معنا للعلادات إن شاء الله يتواصل وهنتم الرد عليه بإذن الله تعالى. وأتمنى من أخواتنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وإن كنت لم تشترك في القناة فليشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك.